انا كنت متوقع يعني النتيجه يعني لانه خشب القسنطينة جا دو جورني نابا غاني سادير المولوديه بار كونتر اي بيزون سير سير دو دو فيكتوار كونسيكوتيف سي اس سي كانوا سير دو ماتش سون فيكتوار واحد ماتش نيل مع لامسيو وماتش نيل مع ستيف ديفيسيل مالغري كو ستيف انا نشوف التركيب البشريه تاعو وسيطر على المقابله يعني المولوديه جيبي الماتش انا البارح زيتي موتيفي جو بونس كو لي في تاع لونترينور دوني يعني لي فروي تاعو تحس باللي فريق تغير من ناحيه التكتيكيه ومن ناحيه ليسبري كيفاش يابورديو المقابله دير كون تشوف اون ايكيب على الاكستيريور وان ماتش كلاسيك المولوديه كونتر سي اس سي تشوف المولوديه كيفاش كانوا يبريسيو او ديجا لي دو بوت سير اون ريكوبيراسيون في لا موتي تيران تاع سي اس سي درت هنا تعرف شخصيه الفريق يعني بداو بمرور يعني لونترينور شحال عنده يعني جور ولا ماكسيموم عطى هذيك الثقه للاعبين وعطى عطى الثقه بارابور لا كاليتي كي سيتروف في المولوديه باسكو انديفيديالمون جو بونس كو يا لي جوار لي لازم باش يعطوا اون بون ايماج دو كلوب دير بداية الموسم ما كانتش موفقة كتير دير لي ديريجون تسارعوا قبل فوات الأوان جابوا مدرب اللي عنده خبرة وحينكا في السير المقابلة شفنا البارح السير المقابلة يعني 2-0 اون بريمي ميتون كانوا قادرين يزدوا يسجلوا سير اون اكسيون دو تاع دبيح ودوزيام ميتون في كيفاش جيراو لا دوزيام ميتون بحينكا وخبرة لأنه يملك لاعبين اللي عندهم خبرة لا غيرار عبد الله وابن عبدي تو زون جيري بيان لا دوزيام ميتون وتحس باللي فريق شباب قسنطينه لو كان لعبوا سون ماتش يفون با ماركي بارابور الخبره وكيفاش جيره ولا ديفونس تاع البولوديه الماتش زير تيب اول قناه الكترونيه في الجزائر